حسب حرب بأرقام طول البير 30.5 متر. نهاية البير يوجد حجر صلد ما تأتي من الأعماق، إنما تأتي عن طريق الأطراف من بين الصخور. هذا من سبة تحت البير اللي موجودة هنا عند 12 متر. الفتحات الجانبية العيون الرئيسية للبير، يوجد عينين رئيسية من 3 مخارج. العين الرئيسية الأولى من اتجاه الكعبة من اتجاه الحجر الأسود وتصف في رقبة بير زمزم، والعين الأخرى من جهة جبل بني قبيس من جهة الصفا والمروة ولها مخرجين وتصف في رقبة بير زمزم. طبعا ذكر والله أعلم التقاء مياه العينين مع بعضها البعض يخرج طعم ماء زمزم حاليا، لوح الشرب من عين دون الأخرى لم يجد طعم موجود حاليا، سبحان الله. هو اختلاط الماء ينتج عنه ماء زمزم. هاي صور حقيقية ملتقطة من أعماق بير زمزم. الغواصون لقاسوا بعد الملك خالد تقدوا بعض الصور، كما لاحظوا تدفق الماء من جهة العين الرئيسية من حجر أسود مسميات الحجر أسعد، ويأتي منها أكبر تدفق لبير زمزم. كما لاحظوا تدفق المياه من بين الصخور، روايات كثيرة عيون فرعية تصل إلى 20 إلى أكثر من 20 عين فرعية، إنما العيون الرئيسية عينين من 3.